اه صعب يطلع عند رندخ كان كانت حنا الاولين كانت 300 من راكب الدوار بقى مقرولي كنجري تابع كلب يجري لي مقرولي والدوار داروا على ورانا وحيدوا حقره هادي راها حقره اللقاء ان الدوار مامول اخويا مامول جميع الحاجيات من الرياضه من الماء من الشرب من السكنه من الخدمه الدنيا كامل كتشوفكم ضايعين لا كبير لا صغير المعاناه كلشي كيعاني في دوار ربي لدرجه قلت لك اللي كيخرج معايا السبع وكيوريهم دوار ربي انا ما عادش وريتي ايه ايه انا ما كنطلبوش الشهاده انا كنطلبو غير السكن سكن مزيان الشباب يخدم انا راه مغاربه كنعاودو كنقولها احنا مغاربه احنا مغاربه شحال جنعديوها عطا ولات حنا بالك مرحلة وطريطة ما استاهلوهاش احنا معذبين انا راه من اربعة الاولاد كنخرج مع الست الصباح ما كنجي حتى العشرة الليل ويوميا الرجل بارك عندي ما خدامش انا اللي خدامة على وليداتي كنجي نلقاهم في الله هذا طاح هذا شعل العافية هذا تهرس هذا العلم الله شنو بهم كنخليهم في الله علاش حيت الهماشة والفقر ما عندناش عباد الله راه عندنا الله لا اله الا الله حنوا فينا يا المسلمين شوف جدتك كيفاش دايره ما يبقاش فيك اش طرا لي نعرف بالله هذا تحرق وسط البلاك هذا حصل كون حصل شي شخص كان غيكون المصير ديالو بحال هكا ياك عادي حنا نديرو حق الناس حق تراضي حق تحرق وقبل قبل نعاني قبل الابسيط ديالنا شوف خمسه ديال الاسر كل اسره كتكون مع كل فرد مع الله يحفظك مزيان الله يعطيك الصحة الله يحفظك